أمام حالة الانسداد وتعليق عمل هيكل البرلمان، يتداول حديث في أروقة مبنى زغود يوسف حول سيناريوهات لنهاية الأزمة، وعلى رأسها تدخل الرئيس لحل البرلمان. الدستور الجزائري للإشارة أعطى حصريا الصلاحية للرئيس بوتفليقة فقط. التفاصيل في هذا التقرير لحمزة نباطي. الترقب والسسبنس هو العنوان الحقيقي داخل أسوار قبة البرلمان، شد وجذب بين بوحجة والأغلبية البرلمانية، انسداد كلي في الهياكل المجلس الشعبي، ومعطيات قد تعزز فرضية تدخل رئيس الجمهورية لحل الغرفة السفلى. المادة 147 من الدستور تعطي صلاحية للسيد رئيس الجمهورية لحل البرلمان، ولكن حل البرلمان في دولة من دول معناه أننا أمام أزمة سياسية، أمام أزمة برلمانية، ولذلك السيد رئيس الجمهورية في تقديري سيتجنب هذا الإجراء. حسب المواد الدستورية التي نص عليها القانون، نجد في تفسير للمواد الدستورية السابقة يرى المحللون السياسيون كاين حالة الوفاة بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أو حالة الاستقالة، أو حالة مثلا إثبات يعني الشيء القانوني الشرعي الذي يثبت على أساس أنه رئيس المجلس لا يستطيع مواصلة يعني العمل. قد تكون هناك مثلا يعني مرض في حالة خطيرة لا يستطيع، معناها ربما هنا يقدر تكون المجلس الشعبي الوطني يصادق على أساس حل الشغور، وممكن هنا يختار كذلك المجلس الدستوري الذي يبث في القضية. يعني يمكن للبرلمانيين أنه يراسلوا المجلس الدستوري ليفتي في بعض النقاط اللي ما يضمنهاش الدستور، على أساس أنه هذا الجمود وهذا تعطيل أشغال المجلس الشعبي الوطني يمكن يعني في الحالات غير الحالات الثلاثة اللي نص عليهم قانون الاستقالة والوفاة أو اتخاذ رئيس الجمهورية خطوة للحل، يقدر البرلمان وإن كان هذا ماهيش موجود في فرق قانوني. الانسداد المتواصل الذي تشهده الغرفة السفلى بشعار لا انفراج ولا استقالة ستفتح الباب واسعا لتدخل رئيس الجمهورية حسب ما خوله له الدستور.